Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di hari Jumat, mari kita lanjutkan kembali tilawah kita di surah Al-Kahfi. Kali ini kita akan mulai dari ayat 31. Nah, untuk ayat yang 1 dan sampai 30, insyaallah teman-teman bisa lihat di video yang sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anharu yuhalluna fiha min asawir min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khutran min sundus wa istabraq muttaki'ina fiha 'alal ara'ik ni'mas thawab wa hasunat murtafaqa wadrib lahum mathalan rajulayn ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna baynahuma zar'a kiltal jannatayn atat ukulaha wa lam tadhlim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu thamaru faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma anta bidazihi abada qala ma adunnu an tabida hadhihi abada wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan wa la in rudittu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واكعوها ولم يجدوا عنها مصرفا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.